همم سمات نحو السماء فأشرقت شمس النجاح مشاعلا وضياء، وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، وبعد فحي الله عز وجل علماء أعضاء هذه اللجنة الموقرة والتي نجتمع من خلالها اليوم لمناقشة بحث الطالب عماد أنور محمد علي الديب، والمعنون بحديث القرآن عن الأعراض، دراسة موضوعية لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية العلوم الإسلامية، وذلك في يوم الاثنين الموافق 7 جمادى الآخرة 1443، وأيضا الموافق 10 من يناير 2022 ميلادية. وتتكون جلسة التقييم من السادة العلماء الذي أسماؤهم سمير سعيد حسين الحصري رئيسا للجلسة، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد حسن وتد مناقشا خارجيا أولا، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد أحمد خضر مناقشا خارجيا ثانيا، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور بايزكوب عبد العالي مناقشا داخليا، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور خالد نبوي سليمان حجاج مشرفا، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور المتولي علي الشحات ممثلا للكلية، والأستاذ أحمد عبد الحميد مهدي ممثلا للدراسات العليا. ونرحب أيضا بالباحث عماد أنور محمد علي الديب، كما نرحب بالسادة الحضور الذين حضروا هذه الجلسة، للجميع التحية والترحيب. ونبدأ على بركة الله عز وجل يعني هذه المناقشة ببيان من الباحث الكريم الأخ عماد أنور محمد علي الديب في حدود 10 دقائق، فليتفضل مشكورا. الحمد لله القائل في كتابه المبين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلقد أولى القرآن الكريم موضوع الأعراض، وهو ما يمدح به الإنسان أو يذم حسا ومعنى مما يتعلق بالطهارة والشرف، عناية خاصة باعتباره أحد الضرورات الخمس، حيث تعددت الآيات القرآنية التي تحدثت عن المحافظة على الأعراض، كما تنوعت الأساليب القرآنية للحث على صيانتها والقيام بحقها وعدم المساس بها، وقد جاء التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع من التفريط في الأعراض لما في ذلك من الخطر العظيم على الفرد والمجتمع، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. وإن من فضل الله تعالى علي أن وفقني للكتابة في هذا الموضوع المهم، وهو منهج القرآن الكريم وهداياته في المحافظة على الأعراض، دراسة موضوعية، ويمكنني في هذا العرض الموجز أن ألخص أهم النقاط التي تجلي أهم ما قدمه البحث على النحو الآتي: أولاً، أهداف البحث: بيان التشريعات القرآنية التي تناولت تحقيق مصلحة الحفاظ على الأعراض ودرء مفاسد الاعتداء عليها. ذكر الحدود التي سنها الله عز وجل في القرآن الكريم صيانة للأعراض. تتبع الضوابط القرآنية لسد الذرائع التي تفضي إلى هتك الأعراض والوقوع في الفواحش. بيان أهم الصور المعاصرة للاعتداء على الأعراض التي تتعلق بالأجهزة الإلكترونية المختلفة
ووسائل التواصل الاجتماعي وبيان كيف يمكن علاجها باستنباط الهدايات القرآنية. ثانياً أسئلة البحث: ما التشريعات التي جاءت في القرآن الكريم لتحقيق مصلحة المحافظة على الأعراض ودرء مفاسد الاعتداء عليها؟ ما الحدود التي سنها الله عز وجل في القرآن الكريم صيانة للأعراض؟ كيف سد القرآن الكريم الذرائع التي تفضي إلى هتك الأعراض والوقوع في الفواحش؟ ما أهم الصور المعاصرة للاعتداء على الأعراض وكيف يمكن علاجها؟ ثالثاً منهج البحث: اعتمدت في إعداد هذا البحث على المنهج الاستقرائي لاستقراء الآيات القرآنية ذات الصلة لموضوع الأعراض والمنهج التحليلي حيث درست تفسيرها من أكثر من تفسير حسب أسبقية المفسر، ثم قمت بتقسيمها حسب الفصول والمباحث والمطالب، وركزت أثناء العرض الموضوعي للآيات القرآنية على تحليلها إلى مقاطع وجمل مظهراً الترابط بينها ومبرزاً أهم اللمحات البلاغية، واعتمدت كذلك على المنهج الاستنباطي لاستنباط الهدايات والمقاصد القرآنية من الآيات محل الدراسة وبيان أثرها في المحافظة على الأعراض. رابعاً مشكلة البحث: تتلخص مشكلة البحث في وجود فجوة علمية تتمثل في عدم تناول جل الدراسات العلمية المحكمة والبحوث السابقة لجميع التشريعات القرآنية للمحافظة على الأعراض، حيث ركز أغلبها على تحريم الزنا واللواط والقذف ودواعيها وطرق الوقاية منها بالحدود الرادعة التي شرعها الله تعالى عقوبة لمقترفيها، كما ركزت على أحكام النكاح وحفظ الفرج والعفة وغض البصر والاستئذان والحجاب وقرار المرأة في البيت وعدم خضوعها بالقول. وثمة تشريعات أخرى تحتاج للاستقصاء والدراسة وإظهار أثرها في المحافظة على الأعراض، وهي الطلاق والخلع واللعان وحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات والنهي عن التجسس والنهي عن الغيبة وما يلحق بها والنهي عن إشاعة الفاحشة. كما تتجلى مشكلة البحث كذلك في ظهور صور كثيرة معاصرة فيها اعتداء على الأعراض، فوجب التنبيه على ذلك والوقوف على التشريعات القرآنية لصيانة الأعراض ومحاولة الربط بين آيات القرآن الكريم والواقع المعاصر. خامساً تقسيم البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. فأما فصول البحث فعلى النحو الآتي: الفصل الأول التشريعات القرآنية لتحقيق مصالح الحفاظ على العرض، وفيه أربعة مباحث: تشريع الزواج وتشريع الطلاق وتشريع الخلع وتشريع اللعان. الفصل الثاني المحرمات القرآنية لدفع مفاسد الاعتداء على الأعراض، وفيه ستة مباحث: تحريم الزنا وتحريم اللواط وتحريم القذف وتحريم إشاعة الفاحشة وتحريم التجسس وتحريم الغيبة. الفصل الثالث الضوابط العامة لصيانة الأعراض ودرء المفاسد عنها، وفيه خمسة مباحث: تشريع الحجاب والأمر بالاستئذان قبل الدخول إلى البيوت والأمر بغض البصر والأمر بحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات والنهي عن الخضوع بالقول. الخاتمة وتشتمل على نتائج البحث، ويمكن التركيز على إبراز أهم النتائج الخاصة بالتشريعات القرآنية التي لم تتناول من قبل. ومنها: شرع القرآن الكريم الطلاق حيث إن بقاء الحياة الزوجية مع استمرار الشقاق بين الزوجين وعدم استمتاع كل منهما بالآخر سيؤدي غالبا إلى وقوع أحدهما أو كليهما فيما حرم الله تعالى مما تتدنس به الأعراض، كما شرع الله تعالى اللعان حتى لا يدنس الزوج عرضه بزنا زوجته التي تيقن من وقوعها في الفاحشة، ولينفي عن فراشه من ليس من ولده. وأما تشريع الخلع فلصيانة عرض المرأة أن تقع فيما حرم الله عز وجل إذا لم تجد سبيلا للخلاص من زوج لا تطيقه بغضا. وأما تحريم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فلخطرها العظيم على الأعراض، حيث تبصر الناس بالفواحش وتزين لهم اطرافها. وثمة نتائج أخرى أثبتت في خاتمة البحث
كما أثبتت أهم المقترحات البحثية هذا، وما كان من توفيق فمن الله تعالى، ثم بفضل توجيهات المشرف الأستاذ المشارك الدكتور خالد نبوي حجاج جزاه الله خير الجزاء، وما كان من تقصير أو خطأ فمني وأتعهد بإصلاحه، كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة المدينة العالمية وأخص كلية العلوم الإسلامية على ما يقدمونه من جهود عظيمة في هذا الصرح العلمي، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرين الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد خضر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف فرع المنوفية، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد وتد أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور بايزاكوب عبد العالي عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة العالمية بماليزيا، على ما تحملوه من عناء في قراءة رسالة المتواضعة وتكرموا بقبول مناقشتها وإثراءاتها بملاحظاتهم القيمة جزاهم الله عني خيرا. وفي النهاية لا يفوتني أن أشكر والدي الحبيبين اللذين لا يكفان عن الدعاء لي بالتوفيق والسداد، كما أشكر زوجتي الصبورة التي كانت لي عونا على التحمل والصبر وذللت لي عقبات كثيرة بسعة صدرها وحسن مشورتها، كما أشكر كل من كان له فضل علي في إتمام هذا البحث توجيها وتقويما ومساندة ودعاء، وأخص منهم الأستاذ أحمد رجب بركات والأستاذ محمود عبد الله بدر وولدي عبد الرحمن، فأسأل الله تعالى بفضله أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يبارك لهم في حياتهم وأن يرزقهم حسن الخاتمة أجمعين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البيان المختصر والمفيد، ونطلب منه الآن أن ننصت لتعليقات وملاحظات السادة الأساتذة وتدريبها، ونبدأ الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد حسن ودد مناقشا خارجيا. أولا نسأل الله جل له التوفيق، فليتفضل مشكورا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وحمدا يليق بكماله وجماله وجلاله، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما. في البداية قبل أن أبدأ مناقشتي لابد أن أتوجه بالشكر لهذه اللجنة العلمية المباركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور خالد نبوي حجاج وفضيلة الأستاذ الدكتور سمير سعيد البصري ومع فضيلة الأستاذ الدكتور باي زكوب عبد العالي ومع فضيلة الأستاذ الدكتور المتولي علي الشحات ومع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، لجنة علمية مباركة في هذه الجلسة العلمية المباركة لمناقشة بحث إن شاء الله بحث مبارك من باحث مبارك الشيخ عماد أنور محمد الديب في أطروحاته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه وعنوانها منهج القرآن الكريم وهداياته في المحافظة على الأعراض دراسة موضوعية. كنت أود أن يبدأ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر بالمناقشة، الحقيقة لنبدأ باليمين، إنما آثروني وأنا بعتذر الحقيقة لأن في المناقشة في الغالب أنا بحتاج إلى 4 ساعات فقط، أما وأن الظروف يعني عشان خاطر الحاج أنور هنسيب ساعة والضيوف الكرام واللجنة المباركة هنسيب ساعة ويبقى بس 2 ساعة بس إن شاء الله. الحقيقة الرسالة
طيبة إلى حد كبير، طيبة في عنوانها، طيبة في عرضها، في تنسيقها في الأعم الأغلب، وإن كان لبعض الملحوظات، إنما أنا أتكلم بصفة إجمالية أو بشكل إجمالي. الرسالة طيبة في موضوعها وفي عرضها وفي تنسيقها وفي إخراجها، ولعل بصمة الإشراف مع الأستاذ الدكتور خالد فيها واضحة، وجهد الشيخ عماد وحسن لغته، وأنا أعلم أنه شاعر فذ من الشعراء، فكنت يعني سأفرض عليه أن يقدم بيانه شعرا، إنما أشفقت عليه لضيق الوقت. الرسالة الغالب طيبة، إنما لا يمنع يا عم الشيخ عماد أن تكون لنا عليها ملحوظات، وأنا الحقيقة سأختصر الملحوظات نظرا لظروف الوقت. عندي 14 سؤال إجمالي و75 سؤال تفصيلي. أما الأسئلة الإجمالية فالحقيقة أنا هتوقف عند شكل الورقة الأولى، لوحة الرسالة، هذه الصفحة الأولى. الصفحة الأولى الحقيقة يعني تحتاج إلى شغل وتحتاج إلى حسن عرض. أولاً كلية العلوم الإسلامية غير مكتوبة، تنسيق الكتابة عليها غير واضح، منهج القرآن الكريم وهداياته مش عارف هداياته، هل هناك فرق بين المنهج والهدايات؟ وإذا كان ثمة فرق بينهما كان ينبغي أن يكون ذلك واضحاً على الأقل في التمهيد الذي بدأت به، تقول للقارئ إيه قصدت، بماذا قصدت بالمنهج وبماذا قصدت بالكلمة الهدايات. ثالثاً دكتوراه في القرآن الكريم وعلوم، كلمة مهمة إلى حد كبير جداً. دكتوراه لا في القرآن، معايا في النسخة، في النسخة اللي معايا، ففي القرآن عندي القرآن مجال واسع، وأظن معانا عميد كلية أصول الدين يعني أستاذ تفسير وعلوم القرآن وأستاذ تفسير الأفاضل الكرام، يعني في أي جانب في القرآن الكريم، فما ينفعش دكتوراه في القرآن الكريم وعلومه. ثم اسم المشرف كما تعودنا في أعمالنا العلمية لابد أن يكون مكتوبا بخط واضح وببنط كبير جدا على الصفحة الأولى في الرسالة. ثانيا المقدمة مختصرة جدا ولم تشر إلى المنهج القرآني بصفة عامة من حيث الشمول والكمال، مقدمة مختصرة يعني فضلتك بعد الحمد والثناء فقرة وثم انتقلت بسرعة إلى ما تريد، ولم تشر لا إلى الكمال وشمول المنهج القرآني ولا إلى التفسير الموضوعي ودوره وأثره في الوقت الراهن. دراستك دراسة موضوعية، فكان ينبغي أن تشير لنا أو أن تبين لنا جانبا من أهمية التفسير الموضوعي، لا سيما في عصر الغزو الفكري والفضاء الإعلامي المعروف يعني. ثم انتقلت بسرعة إلى مشكلة البحث وأسئلة البحث إلى آخره دون التنصيص على أهمية الموضوع. إيه وأنت كتبت أهمية الموضوع بس بعدين، فهو عملية تنسيق بس، يبقى كان تبدأ بعد المقدمة مباشرة ببيان أهمية الموضوع ثم تنطلق من أهمية الموضوع إلى بيان أسباب اختيار البحث والدوافع التي دفعتك للكتابة فيه. فضلتك في مشكلة البحث لجأت إلى التعميم، حتى في البيان اللي فضلتك قلته الآن، قلت إن في نتائج يعني خلت منها الدراسات السابقة، وأنا الحقيقة لا أحب التعميم، كان ينبغي أن تقول بين قوسين حسب علم الباحث، لأنك لم تحط خبرا بكل الدراسات التي أقيمت حول هذا الموضوع، والموضوع فيه دراسات فضلتك تناولتها في الدراسات السابقة، وهناك دراسات أخرى أنا على يقين بها وأعرفها جيدا لم تذكر في الدراسات السابقة. فاللي يخرجني من هذه المسألة حتى لا أوصف بما لا أحب أن تقول على وفق ما يراه الباحث أو على حسب اطلاعي، على حسب معلوماتي، والله أنا ده اللي عرفته. نعم. إضافة بعض الأهداف
عندك في صفحة 3 كان تقول إبراز وشمول. أنا عايز يعني تبرز للقارئ شمول وكمال المنهج القرآني. أنت عرضته كويس في التناول. طب ادي له عنوان قول له إن المنهج القرآني منهج يتصل بالشمول والكمال وصالح ومصلح لكل زمان ومكان. طيب بالنسبة تقول برضه واقعية المنهج القرآني. هتشير إلى واقعية المنهج القرآني وعناية المنهج القرآني بتحقيق الأمن المادي والمعنوي والسكينة والاستقرار للفرد والمجتمع. هذه قضايا من وجهة نظري أنا أرجو أن تكون بين سطور هذه الرسالة ليعلم القارئ أن هذه الدراسة تعنى بعلاج يشمل الفرد والأسرة والمجتمع، يحقق السكينة والطمأنينة والأمن للفرد. وإذا تحقق السكينة والطمأنينة للفرد بلا شك يتحقق التقدم والازدهار للمجتمع بصفة عامة. التأكيد طيب مصطلحات العنوان وموضعها في مصطلحات العنوان. موضع مصطلحات العنوان أنت كتبتها بالفعل، رغم أن لما قرأت التمهيد تعجبت وخدت الملحوظة وبعدين وجدت فضلتك كتبت المصطلحات إنما في غير موضعها. المصطلحات كلمة منهج، كلمة هدايات، كلمة الأعراض، كلمة دراسة موضوعية تبدأ في التمهيد. وإن كان ولا بد عايز تعمل تتكلم عن المحافظة للأعراض في الكتب السابقة يبقى لا مانع أن يكون التمهيد عبارة عن مبحثين، مبحث لشرح المصطلحات ومبحث للموقف الرسالات السابقة من الحفاظ والمحافظة على الأعراض. فكرة البحث المعروف يا سيدنا الشيخ عماد أن أي بحث علمي لابد أن تتوافر فيه هذه العناصر قبل البدء فيه. فكرة البحث، أهمية البحث، أسباب اختيار الموضوع، إشكالية البحث، هدف البحث، حدود البحث، خطة وهيكلة البحث، المنهج المتبع، إجراءات التنفيذ. وبلا شك فضلتك كتبت كثير من هذا، إنما عندك بعض النقاط أرجو أن تضاف ليكتمل البحث وليتحلى بصفة الكمال إن شاء الله. السؤال اللي عايز أقف عنده وقفة مهمة، مش عارف هل هو موجود في النسخ اللي مع الأساتذة الأفاضل ولا غير موجود. أين خطة البحث؟ فين خطة؟ البحث مش خطة، أنت بتكفي الآن في البنود ده شيء طيب. إنما هيكلة البحث، الهيكلة العامة، خطة الموضوع، وتكون هذا الموضوع من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة أما الفصل الأول فعنوان فين؟ موجود فين؟ موجودة بس هم بعتوها إلكترونية موجودة. طب بس مش موجودة في نسخة اللي معايا. شوف إن كانت موجودة عندكم وليست عندي هذه ملحوظة. غير موجود عند الكل فهذه ملحوظة. هي موجودة صفحة 10 تصميم وخاتمة. القسم الأول يشمل على بابين، الباب الأول جريمة الزنا والتعرض من الأحكام، والباب الثاني والقسم الثاني وهكذا. طيب ماشي موجود. بعدين الأوراق اللي جت متأخرة هنعديها دي زي بعض عشان خاطر بارك الله فيك ربنا يبارك فيك. الرسالة أغلب عليها في بعض المواضع أسلوب الإطناب. الإطناب والاسترسال في مواضع يمكن جدا الاختصار فيها إلى حد كبير. على سبيل المثال وليس الحصر، كان يكفي الإشارة في بعض القضايا خد المطلب الأول، المطلب الثاني والثالث والرابع والخامس في المبحث الأول. أصلا لما أتكلم عن الطلاق والخلع والإيلاء دي قضايا فقهية، لو استرسلت فيها تبقى دراسة مستقلة، فأنا هاخد منها ما يفيد الجزئية اللي أنا بأعنى بها. وكذا المطلب التاسع والعاشر والحادي عشر. باش معنا كلام 253. اقرأ لي كده بداية الفقرة الأخيرة، السطران الأخيران في الصفحة. ويحد أيوة. ويحد القارئ سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية، وسواء كان حرا أو عبدا. بس الحادي يقف كده، مين اللي قال هذا الكلام؟ وهل الكافر تقام عليه الأحكام الشرعية؟ هل الكافر إذا زنى في قدرتنا أن نقيم عليه الحد ويحق لنا شرعا
أن أقيم عليه الحد؟ من قال هذا؟ كلها عند الجزئي في التسهيل. نعم لا يعلق عليها يعلق. نعم شخصيتي بيحصل. يعلق هذا الكلام. قال لي أودية أم. ها؟ ها؟ لا أنذرتهم أم وليس أم. زي بعض على كل حال لها وجه في اللغة. كده يعني؟ ها؟ ولهمة التسوية؟ هو بس اللي شد انتباهي انك يعني عممت الحكم. سواء كان من كلام البحث معنا عشان كده بقول لابد من تحديد بداية النقل. نعم. حتى لو كان من كلام ابن جزي ها فلا بد من التعقيب عليه ولو عاقبت عليه تبقى حلو في حقك انت كباحث يعني. ها ان مفسر شهير وفضلتك اخذت عليه ملحوظة. طيب بعت لي صحفة 401 والباقي ربنا يعوض علينا فيه. بالنسبة للمقترحات على كل حال أنا أرى أن حذفها أولى من بقائها. ليه؟ اسألني أقول لفضلتك لأنك لا تملك دليلا على أن ذلك لم يتم في رسائل علمية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالذي يضيفه الاقتراح الثاني على ما في رسالتك ألم تتناول ما ورد في السورتين مما يتعلق بحفاظ الأعراض؟ أنت بتقترح أن حد يعمل دراسة خاصة بسورة السورتين بتوع النور والحجرات. طب ما أنت استوعبت الآيات اللي في سورة النور والآيات اللي في سورة الحجرات. ده يبقى اعتراف أن الرسالة بتاعتك لم تكن موافية بالغلط. لا احذف المقترحات. هذه آخر الملحوظات باختصار. وعلى كل حال الحقيقة أن الرسالة التي بين أيدينا رسالة مش شغال حتى ما شغال والله. طيب لا رسالة طيبة جيدة كما قلت في البدء، طيبة في عنوانها، طيبة في موضوعها، طيبة في الإشراف عليها، طيبة في اللجنة العلمية التي تقيمها هنا وهناك. عرضها الباحث الحقيقة الشيخ عماد أنور الديب عرضا طيبا. هذه الملحوظات التي أبديت لا تقلل من جهد الباحث في عمله ولا تقلل من قيمة الرسالة، فهذا عمل البشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يوفق الباحث إلى ما فيه النفع للعباد والبلاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور العلامة حسن عبد الحميد حسن الوتد على ما تفضل به من هذه الملاحظات وهذه الهدايا التي حقيقة أفدنا منها قبل الباحث والتي تدور على قراءة متأنية لهذا البحث. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع به طلاب العلم في مشارق الأرض وغيرها. والآن مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد أحمد خضر المناقش الثاني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رحمة الله العالمين وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وحين، والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأبدأ على بركة الله بشكر المنعم سبحانه وتعالى على أن أجلسني هذه الجلسة العلمية. والعلم مال وجمال وشرف ونبل، نسأل الله أن نكون أهلاً له. وأثني بشكر جامعة المدينة العالمية والأسرة العلمية لهذه المناقشة. هكذا بأبجدياتها والكل والجميع كأفراس رهان يتسابق الكل على قلبي ورأسي وفي صدري حباً. أستاذ الدكتور حسن وتد، أستاذ الدكتور سمير الحصري، أستاذ الدكتور خالد نبوي، أستاذ الدكتور المتولى علي الشحات، الأستاذ الدكتور
بيزكوف عبد العالي، واسال الله ان اكون نطقته نطقا سليما هكذا باسكان الياء. فمرحبا بكم جميعا وبباحثنا الكريم وبالاستاذ احمد مهدي المنسق وهمزه الوصل بين لبنات ورقائق هذه اللجنه الطيبه العلميه الموقره المنعقدة الآن، والحضور الكريم وكل من له صلة من خلف الكاميرا من الجنود المجهولين بل المذكورين لأنهم ذكرونا، ومن ذكرنا ذكرنا، وقد أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله بل في ملأ خير منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، وأن يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا رب العالمين. أما بعد، الرسالة يعني ومن خلال هي عمل طيب عمل مشكور، والذي من أجله جئنا أن نطوي هذه الصفحة لأنها بدهية، لندخل مباشرة لمزيد من التسديد والتقويم من أجل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم من خلال عمل يتشرف المنتسب إليه بشرافة القرآن لنسبته إلى كتاب الله وبركته وبركة هذا الكتاب. والحقيقة أريدك أن تتعلم ما أريد أن أقوله في هذه الرسالة من خلال التقاط الخيط من شيخي وأستاذ الدكتور حسن وتد. فكما قيل من أكل أخيرا أكل كثيرا، لأن في بقايا من كل كوكتيل موجود. أما من تكلم أخيرا تكلم قليلا، لأنك بالفعل يجب ألا تكرر ما تم، وإنما من نهاية ما بدأ الذي سبقني سيدنا الدكتور أبدأ، وإن كان لدي ما لديه ضربت عنه صفحة متعمدا احتراما لعدم التكرار. وبناء على ذلك يعني كلمة هدايتي هتتشال من العنوان، هتتشال، لأن إيه معنى منهج القرآن وهدايته أو هداياته أو إلى آخره، ديت يعني منهجية تحتوي الهدايات، وإلا إحنا هدى للمتقين، يعني منهجية القرآن كلها عبارة عن إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم نعم، فدي إيه؟ محشورة كده يعني، واخد بالك؟ يعني نطلعها الدنيا ترتاح، تمام؟ دي ناحية، الناحية الثانية يعني أنا عندي رؤوس أقلام، عناوين ما تركت شاردة ولا واردة في عالم الأعراض إلا أتيت له بعنوان، تمام؟ هذه العنوانات أو العناوين طرقت من قبل إلا قليلا مما تحصنه، تمام؟ الذي أحصنته لنفسي، وانت قلت الدراسات السابقة، وعندما نأتي بالدراسات السابقة إنما آتي بها لفائدة واحدة، أين موضع قدمي أو قدماي من هذه الدراسات السابقة؟ أين أنت؟ يا ترى على الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة؟ الرسائل العلمية الدكتوراه بالذات عبارة عن أو يجب أن تكون فصل الخطاب في قضية، بمعنى أن في الدول الأخرى قد يعطيك الماجستير والدكتوراه في جلسة واحدة، كل هذا البحث لنفاسته ولتقدمه العلمي نقترح أن يأخذ أو أن يمنح الدكتوراه مع الماجستير لأنه لم يسبقه سابق في هذا يعني. فإحنا عندنا الدراسات السابقة كثيرة جدا في هذا الباب، والموضوع ذاته موضوع مهم جدا جدا جدا، وأقربهم يعني الأستاذ الدكتور محمد جبريل له كتابه سيزيد. سماحة الدكتور أشار، أنا أخذت الإشارة يعني أنا عارف بيقول إيه،
يعني له كتاب ودرسته لطلابي في منهج القرآن في حماية الأعراب وصيانته. والله يبارك وعندي في مكتبتي لم يذكر هنا. يعني هذه الدراسات في أحشائها الدر كامن، فإن كنت أتيت بشيء فقد غابت عنك عناوين كثيرة. فالصواب أن ما قاله غيرك تذكره عرضا وأنه خدم لتخرج هذه الرسالة فتأتي بالمسكوت عنه في من تحدث قبلك في هذا الموضوع، وبهذا نتنقل ريحنا إيدك وريحنا جيبك وريحنا في الطباعة وريحنا ليافوخ الذي يقرأ والوقت الذي حتى نرد حتى نعم ده هذا هو تمام. لكن على كل حال غلبت الصنعة على التفسير. يعني كان واحد مثلا لغوي يقول لك حتى الإمام الشهاب القدماء كان ده شغله مبحث شريف في لاتا، يعني حول التفسير إلى كتاب نحو. وطبعا ده كان كلام مع أساتذتنا، كنا ناخد 7-8 آيات في العام كله في عشية الشهاب على يد أستاذ الدكتور جودة المهدي، وصقلنا يعني ندين لله ثم لشيخنا أننا دخلنا في هذه الأمور لنسقى العلمية. لكن هذا الزمان زمن التكاوي، زمن التاتش، زمن اللمس، زمن الآخر كي ام كبر دماغك خلص قول انهي الوقت لا ينتظرك الرحمن لا يعذرك. أصبحت الكلمات الآن نريد بحثا عبارة عن 500 كلمة، 5000 كلمة، المقدمة 100 كلمة، المش عارف بالكلمة. وبناء على ذلك فأنت لو ضربت على أي محرك بحث هقول لك كذا مليون، نتيجة بالملايين. ما الذي يفرق عملي من هذه الأعمال؟ أنني أقرأ ما أستطيع أن أقرأه، فإن وجدت لي قدمي موضع قلت أنا وقفت هنا والحتة دي ملكي وأنا هبرع فيها، وبناء عليه الأمور ترتاح. لكن أنا شايف برضو أن نفس الحكاية تكررت في هذا الإيه، وده يعتبر الملحوظة الرئيسة التي أدندن حولها، أنك خدمت ما هو قد خدم من قبل. والصواب حتى لو راودك ذهنك أن تطبع هذا العمل وهو عمل جيد ونحن في حاجة إليه، أن تنقيه مما خدم سابقا وتقول ها أنا ذا آتي بما لم يأتي به الأوان، يبقى جزاك الله خيرا وأكلت طيب. يجب عليك أن تقول كيف حمى هذا الكائن هذه المفردة هذا المصطلح، كيف تم حماية الأعراض بسببه. وده المفيد بقى، أريد أن يكون الكلام الذي تقوله يعني أن إماما لغيرك وتوريني الفائدة على طول، وهتلقي البحث ده يبقى نص كده، ولو أنت بتعمل أي شيء يبقى أكثر مقبولية، لأن الآن الحاجات اللي هي الصغيرات هي اللي ماشية، المطولة يعني لو بتكتب منشور على الفيسبوك أو كذا أو طويل شوية وفي فكرة عظيمة الناس كلها هتعرض عنها، هتكتب كده يعني منشور قماشي صغير هتقول فيه 3 كلمات بس يكون فيه تفكير ساعة قبلها الناس كلها تدخل وتسعد به. فالشاهد في الكلام أما جيت تتكلم عن الطلاق، على ما وصلنا للطلاق وتعريف الطلاق وتشريع الطلاق والألفاظ ذات الصلة، أنا مالي بهذه العلميات؟ الطلاق حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح، يعني دين المعلومة في اغتنم الفرصة، الوقت لا ينتظرنا، الأعمار أصبحت والمعلومات أصبحت كثيرة بالآلة الحديدية، تمام؟ فعلى ذلك كل رسالة، النكاح، الزواج، الحجاب، الاستئذان، حسن الظن، الخضوع بالقول، كل هذه الأشياء اخرج قوي يعني من الصنعة لذات الصنعة واطلع لي بره وقول لي ليه؟ لماذا؟
الزواج خدمنا في حفظ الاعراض ازاي؟ الطلاق خدمنا ازاي؟ غض الابصار خدمنا ازاي؟ ولو قلت ان اللي بينظر لخلق الله هياخد يا ترى القاهريه ولا الغربويه ولا الشرقويه ولا الاسماعيليه ولا ما يوقف لبره هيطلع على الالمانيه هيوقف لداهيه، ما هو في الاخر هيعمل ايه؟ سيفرق شملاءه ويشتت نفسه وهو كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فهو ما هو ببلغه، والحلم كتير قوي هيروح في داهيه منهم. وبناء على ذلك باسلوب عصري راقي قراني تقول له ايه؟ امسك عليك عينك وغض بصرك واحترم نفسك واعرف انك ايه؟ مطلوب منك ان لا تفعل هذا لانك لن تستطيع ان تنتهي ابدا لو فتحت هذا الباب على نفسك. ده الكلام اللي يدار في الرسائل العلمية خاصة فيما يختص بالتفسير الايه؟ أنور. شوف يا شيخ عماد أنور الديب، لما أنت تعرضت مثلا لتعدد الزوجات، سؤال مباشر، ما رأيك في تعدد الزوجات؟ وهل هو الأصل؟ وتؤمن بها على أن من لم يفعل هذا فهو مخالف لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال يا سعد، في مسألة تعدد الزوجات، وهل يا ترى هي الأصل ولا الإفراد هو الأصل ولا هذا تشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كل هذا الكلام عبارة عن ما يسمى بلغة العصر البعيدة عن الناحية العلمية هضر ونخع وهبد بلغة الإنترنت. الصواب أن من أراد أن يلج هذا المولد أن يصنع ما يسمى بدراسة جدوى لذاته، لنفسه، لزوجه، لأولاده، وإن استطاع فليفعل وإلا فليصمت فقد لغى، ومن لغى فلا تعديل له. إنما لو استطاع لها نقبة ويستطيع بالفعل ماديا ومعنويا ووقتيا وجسمانيا وتربويا يقعد مخصوص ويمسك عصاته وإيه ويبقى شيخ الرجال، لأنه سيأوي من الأعراض كم عرض. أربعة. تفضل. جوهر الرسالة، جوهر احترامي لفضيلة الدكتور فتاح، عندك جوهر بتشتغل عليه، العمل وصيانة وحماية العمل. يبقى ده اللي بشتغل عليه، إنما الأمور الأخرى أنا بلتقط ما يفيدني في هذه الجزئية، ولا أدخل في التفصيلات الفقهية والفرعية. نعم. الشيء اللي هختم به يعني إني مش عاوز أطول على اعتبار إن إيه؟ يعني شيل بعضنا اللي طول يأثر اللي أثر طول. طول بالك على شوية. أطول؟ لا بس بالك. الشيء المهم الذي لم أره في بحثي ووجوده يعلي من شأنه لا محالة أن يتعرض هذا البحث للحاضر، للعصرنة. للحاضر وللعصرنة. التفسير على الواقع. كلام الإباحيات على الشبكة الدولية لو هي انتهت هتستر الأعراض، ولذلك ثلاث أرباع الأزواج النهاردة يفشل. ليه؟ يجي كده اللجان علشان تصلح ويسألوا أضرب لها وجها، أشتم لها عرضا، أصلم لها أذنا، أكسر لها سنا، عداه العيب، لسانه يقطر عسلا. أمال عيبه إيه؟ عيبه إن هو مش نموذج للي هي شافته على النت. برضو عندنا ادخل على الفيسبوك، على تويتر، على التيك توك، على اليوتيوب، على هوهوز، على التليجرام، على الانستجرام، قول الناس اللي هنا اللي بيشوفوا الفساد، اللي بيخربوا البيوت. الجريمه الان اصبحت جريمه الكترونيه، لم تصبح جريمه عاديه. نسبه الطلاق كل اربع دقائق واحده بتطلق من جوزها لانه عاوز يطبق حاجه معينه شافها، ها، وبناء عليه تفسد الاسر. لازم تشوف قتل كتير في على الانترنت، واخد بالك؟ برضه في الاعراض وحمايتها، هذه المناسبات التي لا تمت لديننا بصله، والوسائد والطرق الحمراء التي يذهبون إليها لا لشيء إلا لنشر الرذيلة وإظهار العيب،
وكشف العورات وإشاعة الفواحش. عندما أتعرض للطلاق وأتعرض للخلع، هل أعقدت فصلا أو مبحثا أو متطلبا يتحدث عن الأسرة وضياعها بين مطرقة السندان ومطرقة الطلاق وسندان الخلع؟ من عندي الخلع والطلاق، من عاوز أتكلم عن النقطة دي. ونعرف إن فيه ناس بعد الطلاق ينظر إليها في المجتمع بأنها خابت، وبناء عليه الناس تبعد عنها، ولذلك قد تذهب إلى الطريق الخطأ أو الخطيئة. فقط يعني عشان أختصر الكلام، إذا تعرضت إلى الواقع واختصرت وشلت كل ما يتعلق بالعمق الصناعي الفني الذي لا يزيد القارئ مطلقا أي شيء، وإنما فقط بيديله مزيد من إنه يدخل معاجم ويجيب حتى مواد ملهاش دخل ببحثه. تقرا المعاجم وتقول ومن خلال الاطلاع على معاجم اللغة بقول كذا سطر، ومن أراد المزيد يتفضل، واديله تحت في الهامش في الحاشية ما تشاء، إنما اديني سطر وبناء عليها تدي نفسك كاتب 100 صفحة. فحد شفرتك، أرح ذبيحتك، اخرج من بحثك هذا إلى العالمية، إلى العصرنة، إلى الحداثيين، نقول لهم إحنا اللي بنعيش الأحداث والعصر والأوان والوقت من خلال التعرض لكل ما يتعلق بالإنترنت والإجرام الذي يريد أن يشيع الفاحشة بالذين آمنوا. نقفل باب وباب 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 وباب، هنحافظ على الأعراض، هنحترم كل شيء. مثل هذه الأمور يجب أن نتعرض لها، وهو ما يسمى بتنزيل التفسير على الواقع، وهي المشاريع المستقبلية للتفسير في جامعة الأزهر إن شاء الله، وفي الجامعات الأخرى. نريد أن نخاطب الناس بلغة اليوم، بلغة الساعة، بلغة الثانية، بالفنتو ثانية بتاعت مين؟ زويل. هذا والله أعلم. شكر الله لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور العلامة عبد الفتاح محمد أحمد خضر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمه دائما وأبدا، أسعدنا بتلك المناقشة وبهذه الإهداءات. حقيقة تعلمنا من فضيلته فضيلة الدكتور حسن وتد أن هذه الجلسة إنما هي جلسة تقييم وتعليم، ليست جلسة التقييم فقط ولكنها جلسة التعليم وتقييم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع به طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. والآن مع فضيلة الأستاذ المشارك الدكتور بايزكوب عبد العالي، المناقش الداخلي فليتفضل مشكورا مخلوقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معدل الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة المباركة أحيي جميع الحضور، ابتداء من رئيس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور سمير سعيد الحصري رئيس الجلسة، وأشكره على حسن إدارته للجلسة وحرصه على الوقت. أيضا أشكر فضيلة المناقش الأول الخارجي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، بارك الله فيك حسن، نعم، على مناقشته الدقيقة للباحث والملاحظات السديدة التي قدمها للباحث، ولا شك أن الجميع استفاد من هذا العمل. كذلك أحيي أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد خضر مناقشا خارجيا، أشكره أيضا على الملاحظات الدقيقة السديدة التي
قدمها الباحثة. نعم، وأحيي أيضا أخي الأستاذ الدكتور المشاهد الدكتور خالد نبوي حفظه الله، أشكره على إشرافه الحسن على طريقه وصبره على طريقه إلى حين تخرجه. كما أيضا أحيي فضيلة الأستاذ المشاهد الدكتور المتولي علي الشحات ممثلا للكلية، أشكره أيضا على يعني مناقشته للطالب خلال الجلسات التي تقدمت هذه الجلسة عندنا في الكلية. الخطة أو البحث يعني يمر على مراحل كثيرة حتى يصل إلى هذه المرحلة النهائية، فيمر أولا بمناقشة الخطة في القسم، ثم بعد ذلك مناقشة الفصول الثلاثة على مستوى الكلية، ثم الجاهزية حتى يتجهز الطالب للمرحلة النهائية. وهنا اليوم قد وصلنا إلى المناقشة النهائية، فنسأل الله تبارك وتعالى للطالب التوفيق والنجاح والسداد وحسن النية. أيضا أحيي أخي الفاضل الأستاذ أحمد مهدي ممثلا للدراسات العليا، أشكره على يعني تنسيقه لهذه الجلسة، وكما تفضل الأستاذ الدكتور كونه يعني همزة وصل بين المناقشين نعم وبين الطالب نعم، فبارك الله فيه هذا عمله هذا وجزاه الله خيرا. كما أيضا أحيي أخي الطالب عماد أنور محمد علي الدين نعم، أحييه أيضا لجلوسه معنا في هذه الجلسة أو هذه المناقشة نعم. نعم فبارك الله فيه نعم، الطالب اجتهد تقريبا لمدة 3 سنوات ليخرج لنا بهذا البحث، ونحن في هذه الجلسة كما يقول إخواننا الدكاترة دائما جئنا هنا يعني لنهدي الطالب يعني بعض الهدايا عسى أن يعني ينتفع بها في بحثه، وخصوصا وهو في مرحلة الدكتوراه نعم، حتى البحث هذا إن شاء الله يكون يعني محل إعجاب يعني من القراء ونعم وما إلى ذلك. فعنوان هذه الرسالة يعني ليس كما يضع هنا في الشاشة يعني نعم الأستاذ أحمد يعني لم يعني يضع العنوان المحدث، لأن هذا العنوان هو القديم نعم، أما العنوان المحدث نعم لهذه الرسالة هو منهج القرآن الكريم وهداياته في المحافظة على الأعراف دراسة موضوعية. قبل أن أبدأ مناقشة هذه وستكون مختصرة بإذن الله، لأن إخواني الدكاترة المناقشين يعني قدموا أشياء كثيرة نافعة وبعضها يعني مدون عندي لا أريد أن أكرره، وإنما نكتفي فقط ربما بالأمور التي يعني لم تشر أو أشيرت ولكن من باب التأكيد على قائمه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، إذا عنوان البحث منهج القرآن الكريم وهدايته في المحافظة على الأعراب دراسة موضوعية. الطالب بارك الله فيه يعني رجع إلى دراسات كثيرة كما رأينا في رسالته هذه. نعم، وكنت أود كما تفضل أستاذ الدكتور عبد الفتاح أن ينتفع الطالب يعني انتفاعا جيدا من الدراسات السابقة، لأن الأصل في الدراسات السابقة أن تدرس يعني دراسة تحليلية نقدية، وليس فقط يعني نذكر يعني يعني ما توصل إليه الباحثون مثلا أو ما هدفوا إليه وما إلى ذلك، إنما لابد أن تكون هناك رؤية نقدية للباحث كالنقائص مثلا التي يعني يعني وجدها مثلا أن اكتشفها في الدراسات السابقة، العيوب النقائص وما إلى ذلك، يعني هذا الذي كان ينبغي للباحث أن يسلط الضوء عليه نعم. فلذلك يعني بعض أجزاء هذه الرسالة وفي الحقيقة يعني في الدراسات السابقة وأيضا يعني في كتب الفقه والأحكام، ولكن ربما الذي يشرع لطالبي أنه يعني ربما يكتب في جانب أحكام القرآن الكريم نعم، لأن هناك تفسير كثيرة عدت يعني أنها سلكت المسلك الفقهي في تفسير القرطبي وغيره، ولكن الذي كنا نريده
من الباحث يعني أن لا يعني يعني ينفق جميع وقته في ذكر يعني هذه الأحكام أحكام المعروفة نعم التي ذكرت يعني في القديم والحديث ويعني يعلمها الناس العامة والخاصة من كثرة ذكرها وتعليمها. نأتي الآن يعني إلى باختصار إلى مصطلحات البحث. نعم المصطلحات كما ذكر من سبقني تحتاج يعني إلى إعادة نظر. مثلا أنت المنهج يعني ماذا تقصد بالمنهج؟ هل تقصد بالمنهج فقط الحديث عن التشريعات أو تقصد به أمر آخر؟ يعني لابد أيضا هداية. ماذا تقصد بالهداية؟ هل تقصد بالهداية مثلا الدروس المستخرجة أو ماذا تقصد؟ لابد هذه المصطلحات تكون بارزة في بحثك لأن في الأخير هذه المصطلحات هي التي تضع الحدود لبحثك، تضع لك الحدود التي لا ينبغي الخروج عنها. لذلك يعني الباحث إذا لم يحرر المصطلحات من البداية قد هذا قد يخرجه عن حدود بحثه الموضوعي. نعم. فيما يتعلق بالنتائج اطلعت عليها ولكن رأيت تركزت فقط يعني على الجزئية الأولى أو الجانب الأول من البحث وهو جانب التشريعات كما سميتها أنت. وإن كنت أنا قلت لك يعني مبدأ يعني 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 قطع مصطلح المنهج لابد أن يكون بارزا في جميع أجزاء البحث. فأنت في النتائج يعني لم تتعرض إلى مسألة الهداية. طيب يعني آخر نقطة يعني مسألة المنهج هذا هو كتاب على كل حال باحث يعني دراسة سابقة أوردها في بحثه وهي تقريبا تحمل نفس العنوان. نعم. ويعني الكتاب هذا يعني تقريبا يفوق 1000 صفحة. نعم. فكان ينبغي فقط للطالب عند تحليل هذه الدراسة لابد أن يكون تحليله نعم يعني أن يكون يعني يعني تحليلا نقديا. نعم. حاول أن يعني تبين يعني مواضع النقص وتبين ما الجديد الذي قدمته على هذه الرسالة. هذه الرسالة يعني هي دراسة فقهية تقريبا مقارنة يعني تفوق 1000 صفحة يتحدث عن منهج القرآن في الحفاظ عن الأعراض. هي تقريبا لم تحاول يعني تحمل نفس العنوان. فنريد من الباحث بارك الله فيه أن يعيد النظر والتدقيق في تحليل هذه الدراسة. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وشكرا لفضيلة عميد لكلية العلوم الإسلامية الأستاذ المشارك الدكتور بايزكوب عبد العالي على ما تفضل به من هذه التعليقات وهذه الملاحظات الدقيقة والتي أفدنا منها قبل الباحث. نسأل الله جل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته آمين. والآن مع مداخلة لفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور خالد نبي سليمان حجاج والمشرف على هذا البحث القيم فليتفضل مشكور مدعوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حيا الله تعالى الجمع المبارك فضيلة العالم الجليل والأستاذ الدكتور سمير الحصري رئيس الجلسة والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد وتد المناقش الأول وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر وفضيلة العالم الجليل بايزكوب عبد العالي والأستاذ الدكتور وفضيلة الأستاذ الدكتور المتولي بستان والأستاذ الدكتور العالم الجليل عبد الناصر خضر ميلاد والأستاذ الكريم أحمد مهدي والمهندس محمد السويفي. وأرحب أيضا وأحيي الوالد الكريم الحاج أنور محمد علي والحاضر معنا هذا الأصل الطيب الذي ينبثق عنه هذا الفرع الطيب الباحث المكرم الأستاذ عماد أنور والحضور الأكارم جميعا. فمعنا لفيف من أحباء الباحث الكريم نحييهم جميعا ونشكر لهم طيب مساء. البحث الذي بأيدينا عمل يعني أثنى عليه السادة المناقشون ومن حسن الطالع أن يناقش الباحث عميدان ورئيسان يعني فضيلة الأستاذ دكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية أصول الدين فضيلة الأستاذ دكتور بايزكوب عبد العالي عميد كلية العلوم الإسلامية فضيلة الأستاذ دكتور عبد حسن وتد رئيس قسم الدراسات العليا والأستاذ دكتور سمير الحصري رئيس قسم التفسير وعلومه بكلية العلوم الإسلامية.
أنا استفدت حقيقة من المناقشة الجميلة والقراءة المتأنية العميقة التي قام بها الأساتذة الكرام، وأشكرهم جميعا على هذه الإفادات والتوجيهات والملاحظات. وأما بالنسبة لبعض الملاحظات التي وردت في مسألة الغلاف أو القرآن الكريم وعلوم، ربما كان الباحث مضطرا إليها لأن هذه هي اسم كلية العلوم الإسلامية وقسم القرآن الكريم وعلومه بها، وكذلك الترتيب الذي ورد في المقدمة فبرضو اضطر إليه الطالب لأنه ترتيب دليل الجمع لكتابة الخطط. وكذلك بالنسبة لمسألة الإحصائيات لتفسير الأحكام والكلام عليها، أنا طلبت من الطالب إحصائية أو هو قام بها وبيّنت أنه استند إلى عدد كبير، يعني مثلا الجمع لأحكام القرآن ورد ذكره 43 مرة، مثلا أحكام القرآن للقصاص ورد ذكره 12 مرة، ومثلا أحكام القرآن الكريم للعربي ورد فيه 43 مرة. فهذه من ناحية غلبة وذكر تفاسير آيات الأحكام في هذا الأمر. مسألة الإشارة إلى التقنية وخطورتها على الأعراض، كنا حريصين من أول الأمر على هذه المسألة ولفت انتباه الباحث إليها، وهو قد ذكر بعضا منها على تفرقات في البحث في مواطن متفرقة. فمنها مثلا صفحة 389 نجد يتكلم عن مسألة الإحسان الظن، فيقول مثلا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحسن الظن بإخوانهم المعروفين بالصلاح فيما ينشرون على صفحات التواصل الخاصة بهم، لأن هذه الحسابات قد تخترق وينشر عليها ما لا يليق من صور الفواحش وغيرها، فينبغي التثبت وعدم الإسراع بسوء الظن. ويمضي في الكلام مثلا، وقد ينشر عن بعض أهل الصلاح من العلماء والدعاء والقضاء وغيرهم صور أو مقاطع أو أخبار مخلة بأعراضهم وهم راغب من ذلك، إذ هي مركبة عليهم ببرامج التقنية الحديثة التي تجعل المؤمن فاسقا والصالح طارحا. كذلك أيضا تحدث أيضا عن هذه المسألة، ويكون التثبت آكد مع الوالدين والزوجة والأولاد وبقية الأقارب، لأن المرأة أعلم بأهله من غيرهم، وقد ينفق له من المحادثات والصور والمقاطع ما هم براء من كتابته وفعله، فقد يكون التبين أحفظ العرض وأسلم الصدر لغير ذلك. فهذه على مواطن متفرقة، وإن كانت تحتاج إلى الإظهار أو إلى الظهور ويبرزها الباحث، لأن هذه كما تفضل فضيلة الدكتور عبد الفتاح فعلا عصرمة المواضيع وإسقاطها على الواقع الذي نعيش فيه حتى يسلم المسلمون جميعا من هذه الأمراض وهذه الأوبئة. مسألة سيادتك أنا أقترح أن يكون هناك فصل كامل كيف نحافظ على الأعراض من خلال التحصن ضد منكرات الشبكة الدولية للإنترنت، ويبقى عنوان بدل يعني، وهذه إشارة لطيفة وجيدة، لكن يكون هناك عنوان لتناول ما يحدث على الشبكة الدولية للمعلومات أو العنكبوتية أو العالم الأزرق، بحيث أنك تحصن ضد هذا الوباء الذي أصبح عبارة عن أصنام يعكف الناس عليها عكوفة. فتأمل ثم تدبر، وهديك الورق كاملا حتى لا تتعب في نبضه بكتابته. وإن شاء الله تعالى جل هذه الملاحظات ستكون بعناية الباحث وتصويباته. ومسألة نسبة التفسير في هذه البحث كما أشار فضيلة الدكتور بزاكوب ملحوظة من الأهمية المكان. فضمن أيضا إحصائيات الباحث التي قام بها أنه عاد إلى تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى أكثر من 138 مرة، وتفسير ابن كثير مثلا أكثر من 61 مرة مثلا، وأحكام القرآن 43 للقرطبي 43. فغلبة التفسير ظاهرة، ولكن إن شاء الله تعالى سنقوم بالزيادة منها. أشكر الجامع الكريم المبارك على هذه المحاضرة، يعني لا أكون مناقشة، هي مناقشة علمية وهي محاضرة علمية يتعلم منها القاصي والداني، فشكر الله تعالى لهم جميعا وجزاكم الله تعالى خيرا وجعلها في موازين الحسنات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لله للفضيله الاستاذ العلامه الاستاذ المشارك خالد نبوي سليمان حجاج على هذه المداخله والتي يعني اوصى فيها الباحث بان ياخذ بهذه الملاحظات بعين الاعتبار وجعل ذلك في ميزان حسناته. ولكن الفت النظر فقط الى ان يعني من حيث ان الطالب يعني قام باعداد الرساله حسب ما يتطلبه دليل بحث الجامعه، ولكن بالنسبه للعنوان في صفحه الغلاف فقسم القران الكريم وعلومه فيه يعني برنامجان، اما برنامج القراءات او برنامج التفسير وعلوم القران. فالبحث او الرساله هي دكتوراه التفسير وعلوم القران. الان مع فضيله الاستاذ المشارك الدكتور المتولي علي الشحات ممثل الكليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدايه ارحب بالساده الاعضاء وعلى راسهم سعاده الدكتور سمير الحصري رئيسا للجلسه الاستاذ المشارك في كليه العلوم الاسلاميه، واشكره على حسن ادارته لهذه الجلسه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيه. والشكر موصول للمناقش الخارجي الاول سعاده الدكتور حسن عبد الحميد حسن الاستاذ المشارك في قسم القران الكريم وقسم الدراسات العليا، والشكر موصول لسعاده الدكتور عميد كليه اصول الدين بالمنوفيه سعاده الدكتور عبد الفتاح خضر، ولا ننسى ان نرحب بسعاده الدكتور بايزك عبد العال عميد كليه العلوم الاسلاميه، والشكر موصول للمشرف على هذا البحث القيم سعاده الدكتور خالد نبوي سليمان، ونرحب ايضا بالاستاذ احمد عبد الحميد ممثلا بالدراسات العليا، ونرحب ايضا بضيفنا الاخ عماد. وفي الحقيقه انا يعني اتفق مع كل ما ذكره الساده المناقشون سعاده الدكتور حسن وسعاده الدكتور عبد الفتاح وسعاده الدكتور بيزك عبد العال، يعني ملاحظات قيمه على الباحث ان ياخذها بعين الاعتبار وبعين التوجيه حتى يعني يخرج البحث في احسن صوره واجمل حله. فهي ملاحظات قيمه من الساده المناقشين، ويعني اوقع الباحث اني اخذها واني اهتم بها حيث انني يعني استفدت منها قبل الباحث. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب له التوفيق والنجاح، ويعني نبارك له مقدما له وللمشرفين. بارك الله فيكم واحسن اليكم، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لله لفضيله الاستاذ المشارك الدكتور المتولي علي الشحات على هذه المداخله، وجعل الله عز وجل في ميزان حسناته امين. الان يعني نطلب من الباحث اذا كان له كلمه، ثم بعدها يعني يغادر الغرفه لتخلو اللجنه الى المداوله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. كاني احمد الله عز وجل على يعني هذه الجلسه المباركه التي استفدت منها يعني كثيرا، والتي هي ولا شك يعني ملاحظات تثري هذا العمل الذي تعبت فيه ووفقني الله عز وجل للكتابة فيه. وليس عندي أي تعقيب إلا أن فكرة تغطية الواقع المعاصر كانت فعلا بفضل الله يعني كنت ألح عليها وأدندن حولها كثيرا، لكن غلبت الصنعة لأنها رسالة دكتوراه، فأنا يعني هناك دليل وكنت يعني ينبغي أن أغلب جانب الصنعة على جانب الكتاب، يعني لأن هذا الكتاب يعني رسالة علمية محكمة. في كثير جدا من المسائل كنت أدخل الواقع المعاصر مثل مسألة التجسس على الزوجين، تصوير العلاقة الزوجية أو العلاقة بين الزوجين، أمور كثيرة جدا لكن ما كنت أجعل لها مباحث ومفرق. لأن الصنعة البحثية تقول أن التفسير الموضوعي لا يوضع مطلب أو لا يوضع مبحث إلا ويكون له آيات وتحته آيات. بالنسبة للهدايات كنت أستقيها وأجعلها ضمن يعني أدندن عليها وعلى المنهج عقب كل آية كما يعني علمني فضيلة المشرف. فالحمد لله يعني في آيات كثيرة، لكن لما يعني غلبت الصنعة في بعض التعريفات وكذا والإحصائيات ربما يعني كانت هذه الملاحظات ضئيلة، لكن عندما يشفى البحث إذا يعني يسر الله طبعته بالمدية يشفى بالمدية عندما يشفيه بالمدية إن شاء الله، هو مصفيه إزارة علمية على لغة وعلى يعني إن شاء الله
سأرجو أن يخرج بعد ملاحظاتكم وكلها على العين والرأس وفي القلب استفدت منها، ولا أقول إلا جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. كانت منكم وابنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يعني كان لي يعني حاجة كده نطفة علمية، نحن الذين نوجه الدراسات القرآنية إلى هدايات القرآن وهدايات الناس، لأنه الكتاب الأخير، ويجب أن يستوعب الحاضر، ويجب أن يبرز الحاضر، ويجب أن يسفر الحاضر في دراساتنا، لأن التراث عظيم، ولكنه تم وضع كل الخرسانات العلمية موجودة في كتب التراث. هذه الكتب الجديدة يجب أن تعيش 2022، وهي ليست دراسات كهنوتية لكن قابلة للتطبيق والتحديد والأبديت والترقية الحية حتى على النهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 10/1/2022 اجتمعت اللجنة المكونة بقرار مجلس الدراسات العليا بالرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 10/1/2022 اجتمعت اللجنة المكونة بقرار مجلس الدراسات العليا بالرقم ميديو ماي آر أند دي 3/2021 فلاش 10/25 وقيمت الطالب الموضح بياناته التالية: رقم التسجيل بي تي اف 171 سي اي 249 والمسمى عماد أنور محمد علي الديب بكلية العلوم الإسلامية قسم القرآن الكريم وعلومه الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن في بحثه المعنون بمنهج القرآن الكريم وهدايته في المحافظة على الأعراض دراسة موضوعي. وقد بدأت الجلسة العلمية للتقييم من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:30 تقريبا، وبعد ذلك خلت اللجنة للمداولة. وهذه اللجنة العلمية التي تكونت من سمير سعيد حسين الحصري رئيسا للجلسة، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد وتد المناقش الأول الخارجي، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد خضر المناقش الثاني الخارجي، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور بايزك كوب عبد العالي المناقش الداخلي، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور خالد نبوي المشرف على هذا البحث، وفضيلة الأستاذ المشارك الدكتور المتولي علي الشحات ممثلا للكلية. وبعدما خلت اللجنة توصلت إلى الحكم التالي، وهو قبول الرسالة مع تعديل يسير لمدة 3 أشهر، وأن يعدل العنوان بحذف كلمة وهداياته فيكون منهج القرآن الكريم في المحافظة على الأعراض دراسة موضوعية، على الباحث أن يتقدم باستمارة تغيير العنوان على النظام. كما أوصت اللجنة بالإجماع بالتوصية بالطباعة شريطة أن يقوم الباحث بكل الملاحظات والتعليقات التي كانت على البحث. والمشرف على التعديلات هو فضيلة عميد كلية العلوم الإسلامية أستاذ المشارك بايزكوب عبد العالي، فنهنئ الطالب على منح هذه الدرجة العلمية، ونسأل الله عز وجل له التوفيق في حياته العلمية والعملية، كما نوصيه أيضا بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وأن يكون هذا العمل في ميزان حسناته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومبارك للباحث، ونهنئ الحضور جميعا. بارك الله فيك.
من الحسنات جميع الإخوة الذين يناقشوا بصار الطالب من الخطة إلى المناقشة النهائية. وأقول للطالب مبارك يا أمين. بارك الله فيك.